تحدثت إلى الأمين العام ستولتنبرغ في اليوم في يوم سابق عن دور الناتو المستمر في أفغانستان، ولكني أعتقد أنه وهم أن نؤمن بأن هناك شهية ورغبة لحلفائنا بأن يستمروا في تواجدهم العسكري أو وأيضا الحل العسكري الذي يطبق في أفغانستان من قبل الناتو انتهى بمهمة المكافحة في عام 2014، ولا أؤمن أنه اليوم لا أؤمن أن نشر عشرات الآلاف من القوات البريطانية لمقاتلة طالبان هو خيار بالرغم من ترويج العديد من الأشخاص الساذجين لهذا الشيء، ولكني لا أعتقد أن ذلك خيار لا للشعب البريطاني أو لأي شخص آخر. سعيدي الرئيس، علينا أن نتعامل مع الوضع كما هو الآن وأن نتوقع ما حققنا وما لم نحققه. والآن أمنح الكلمة للآخرين. أشكر رئيس الوزراء لمنحنا الفرصة. يبدو أنه يعبر عن حجته بأنه توقع شيئا وعن قوة الاستجابة السريعة. لماذا يروج لذلك في العطل بينما تحدث هذه الكارثة؟ سيدي الرئيس، الحكومة كانت تعمل طوال الوقت على مدار الساعة للتعامل مع الوضع المتطور، ونحن علينا التعامل مع الوضع العالمي كما هو ومع ما حققناه ومع ما لم نحققه. والمملكة المتحدة ستعمل مع شركائنا الدوليين لدعم الشعب الأفغاني وللمساهمة للاستقرار الإقليمي. سيكون هناك قتال متعلق بهذه المقاربة، وتركيزنا الرئيسي والفوري هو أن يكون لدينا واجبات مباشرة تتعلق بإجلاء الرعايا البريطانيين الذين خدموا في أفغانستان للسنوات العشرين الأخيرة. وأعرف أننا ملتزمون بشجاعة والتزام سفيرنا سينوري بريسكا. والآن أمنحكم الفرصة للتحدث.